اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعله لنا قدوة في كل عمل، وقدرنا يا الله على اتباع سنته. اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك، وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم، وأسكننا بجواره جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا اليوم العظيم أدعوك أن تباركني في رزقي وعافيتي وعائلتي وعلمي، وأن تسعد قلبي وتنير بصيرتي، وأن تحفظني وعائلتي وأهلي وأحبتي من كل شر. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنك فضلته على أنبيائك وأرسلته إلى الثقلين من عبادك، وأودعته مشارقها ومغاربها، وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك. اللهم بحق هذا اليوم فرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما، وأدخلهم فسيح جناتك. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء وبأصحابه الأبرار، أن تكن لنا عونا ومعينا، وأن تبني لنا في الجنة قصورا. اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين، تسبيح المسبحين وحمد الحامدين،
ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، وتوفنا مسلمين، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من دب من الورى على الثرى، وخير من أظلت هامته السماء. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. اللهم في هذا اليوم ارزقني الرضا وراحة البال. اللهم لا تكسر لي ظهرا، ولا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا. اللهم لا تحني لي قامة، ولا تكشف لي سترا، ولا تفضح لي سرا. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.